إذن إخواني السلام عليكم. تنتواجدوا في السوق ديال المريرت، من أشهر الأسواق في المغرب. السوق ديال المريرت إحنا مع كسابة، ولاد فلاحة، الناس اللي تربوا وكبروا في هذه الحرفة. غادي نشوفوا الفرق ما بين العام الفايت وهذا العام. عم الحسن السلام عليكم. السلام عليكم. هانيا لاباس؟ بخير. الله يجيب التيسير. آمين. كلشي بخير. كلشي لاباس. هاد العام نشط ولا شنو؟ هاد العام زين. نعم هاد العام زين. هاد العام زين. ها هي العام الفايت كي كان؟ لا العام هاد العام طلع 30,000 فرنك. 30,000 فرنك بحال هاد الخروف طلع فيه 30,000 فرنك. العام الفايت الفرق ما بين العام الفايت وهاد العام 30,000 فرنك، 6,000 ريال باش طلع السوق. على 5,000 هذا هو الماكسيموم مخرج هاد العام. مخرج. الناس يقولوا بان عاوتاني هاد العام ضايع الفلاح. لا ما ضيعش الفلاح هاد العام، كاين الثمن. عمي الحاج انت حريفي. اييه. عافاك قالوا لي بان الشناقه هما اللي تيحاولوا يلعبوا بالسوق. لا والو، السوق اذا كان غالي غالي طيح طيح. ما عندهم ما يلعبوا به. ما عند الشناقه. ما عندهم ما يلعب به. إذا كان السوق منرافد هذا يعطي 20، الآخر يعطي 22، الآخر يعطي 23، السوق كيطلع. إذا الشناق إلا لقى الحريفي ما عنده ما يصور. ما عنده ما يصور، أش كيصور؟ كاين دابا الكساب اللي فضل من هذاك الحريفي اللي يجي. الحاج نعم. كاين. نعم خويا. كاين دابا الكساب اللي فضل من هذاك سميتو حسن 120. كاين دابا الكساب اللي راه هو عنده الخبرة على البيع والشراء بالنسبة للثمن. البيع والشراء. النصيحة اللي تقول للمغاربة إلا بغاو يختاروا العيد الله يعطيك الصحة. وين الثمن هو هذاك زعما، ماشي ما كاينش واحد الفرق هو بزاف. بحال هذا السيري مزيان فيه 200 درهم ولا 225 درهم مزيان. ولا 300 درهم ماشي. دابا هذا العام نوربان مزيان. ما مزيان القضية، ما كاينش واحد الفرق هو بزاف. هي مزيانة دابا للكساب ولا للضحايا كاع. العام الفايت كلا والدق. وشويه شويه كاين شي دعم بيني وبينك؟ دعم من جهتاش؟ دعم من الحكومه. لا ما كاينش حقيقه، ما كاين لا دعم لا والو. حنا ما عندناش واحد الخبره اللي هي واصل. العام الفايت كلا والناس طقطق. ما كاينش دعم، ما كاينش شي حاجه سميتها. لا والو ما كاينش. الا جات في الكساب صافي، جات فيه قلت من عند الله. ما كاين حتى دعم، ما كاين حتى حاجه. مالو ما كاين حتى شي حاجه. والو. النصيحه اللي تقول لواحد، لان كاين دابا الناس مساكن ماشي ولاد هذه الحرفه وتيجيو يشريو. أيه. شنو النصيحه اللي تقول له الا بغى يختار الحولي شنو خصو يدير؟ بغى يختار يشوف من عند كي يقلب الخروف، يقلب اييه، يقلبوا من عينيه، يقلبوا من هنا من حجره، ويقلبوا السمونيه ويدير الحولي صافي. يقلب عينيه هاهم. خصو يبدا يقلب له عينيه. اييه العينين، يقلب الفم، يقلب حولي من هنا يكون وارم ولا شي حاجه ويدي الحولي. هذا هو. ما كاينش كان داك الشيء 3 سنين هذه داك المشكل ديال عطيني كاين زعما. عطيني عافاك شي نصيحه باش تقول للعائله. دابا السيد اللي ما عارفش احسن حاجه يكون ماشي واحد فاهم. احسن حاجه كاع باش يكون مرتاح. اي واحد بغى يشري يكون ما هو واحد فاهم، احسن حاجه كاع. احسن نصيحه هذه. اما يجيب وحده يقدر يتشمت. لا يتشمت. كاين ناس غير متتبع. عند الناس المزيانين ما يتشمتش. كاين ناس مزيانين. واحد القضيه، واحد 25% غادي تشمت. نعم. واحد 25% غادي تشمت. انا غير متتبع شي يقول سي محمد تيقول لك بانه هو من الاحسن الا دخلتي للسوق حاول تشوف شي معرفه ديالك ثقه، سينو راه غادي تشمت. لان كاين ناس اللي ما عارفينش راه اللي كتخاف من الحب. لا احسن حاجه يجيب واحد كل اللي عنده الخبره والتجربه. يعني هذه الحياه. الى الدار كيتعامل معاه شنو الماكله اللي يعطيه، لان كاين دابا اللي تيديه من دابا ما عرفش حتى شنو يدير معاه. لا بحال زيد. علاش كيوكلوا الشعير النخاله؟ ولا عطيتيه الشعير والماء تيطرطق. يطرطق. ما تعطيهش الماء تيطرطق. الشعير والماء الا عطيتيه له. نعم. ورد مع 12 وفي العشيه يعطي ال1000 والصباح عطيه 8. عطيه مع الورد ومع في النهار. اييه هل يعطيه ال1000؟ وعطيه ال1000 والتبن. والتبن. النصيحه الا عطاه الا عطاه الشعير. ما يوردوش ما يوردوش. قال لك يعطي الخبز، ما حضرش يعطي الخبز. الخبز مزيان لا ما مزيانش؟ لا ما مزيانش. قال لك الخبز هي بسله، علاش الخبز ما مزيانش؟ كيدور البهيم. تيطردك يقدر. في البلاصه يحج البهيمه تبرك. منين جيتوا انتم الحاج؟ احلى من اليوسفيه تاسف. يا تبارك الله عليك. وبتحيه للناس ديال اليوسفيه. سيدي راه السوق فيه الناس ديال اليوسفيه وصلوا لنا المريرت، ولكن النصيحه الناس ديال اليوسفيه تيقول لك الله يعطيك الستر حاول ما تعطيهش الخبز. ياك. انا نتسوقوا من هنا ونطلعوا لتطوان ان شاء الله. دابا ان شاء الله عاود تطوان. نمشيو لتطوان ان شاء الله. كي داير شريتي شويه؟ لا شينا شي بركه راه فينا هنا. شحال ديالكم هذوك؟ ديالنا. شحال؟ شوف شوف شوف. شحال نشوفوا هذا السيد هو بغى يشري الزيد الله يسخر. مازال ما شريتش انتوما؟ لا شينا شي بركه راه. لا هذو لا ان شاء الله الا قسم الله. عاطينو الثمن في واحد 7 الا بغى. شحال عطيتي؟ 21. اه داك الشيء تيقول دابا تيقول 21. 21 البنديه عاد 7. يقدر الاخر يقول عاود 21 و400 مشيتي انت على 400. والله هذيك راه كل الفن عنده
كله 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 كله. اما قلنا 21 اش جاك انت 21 غالي ولا رخيص؟ ايوا الحقيقه غا السيود ديالنا وين جاي ما قاسهم؟ الحقيقه 8 سنين 8 سنين 21 اي ما كاينش العام الفايت بشحال هاك تقوى؟ جايتك 17 16 العام الفايت العام الفايت وهذا العام دابا راه طالع شويه مزيان راه مزيان وشان 21 21 اي وشان وليت جمله عين سي ولا سي يا صافي انا قريت ال 21 كمل اسكي العام اللي فات راه العام فيت كان كاين نقصان كاين نقصان هذا العام هذا العام راه لاباس الحمد لله العام اللي فات كان رخا العام فيت انا اللي بغيت نقول لك بزاف شي 200 درهم وشنو ايوا واخا هنايا في مريره العام اللي فات لن تقل لاباس العيد غير شي جوري عيدن نكد القايد في المقدم كلشي الحمد لله عيد ايوا العام اللي فات ما كاينش اللي ما لقيناش عيد تشاطوا الحوالة عند محسن شكون جا ربي الخير الحمد لله نعم لا حفظك الله ماني ساكي جا وسولو تو خدمه داك السبع دقيق كما كيظهر لك الثمنه اسيدي 21 دابا عطاوهم انا مشبل ايوا 21 كيوك على حساب كيوك في تونس العام اللي فات دابا هو 17 18 سكواسي الا الثمن سكواسي الا الثمن شويه حرش الثمن ايوا مويان كوكسي حساب اي كوكسي هذا هو الثمن ديالهم بعتي انت ولا مازال؟ مازال انت من البلاد مازال كاع ما بعتيش؟ زعموا معنا الناس ديال يوسفية السيد عاوتاني يلاه سيدي فين ديال يوسفية؟ يلاه زعموا معنا بحال غريزة زعموا طرحوا سنيت يلاه 21 سير 21 سبعة بسبعة هم 21 زيد زيد شوي زيد قال لك الحاج سيد دابا نتاكلوا دابا نتاكلوا الحاج سير سير بلا كاين حاجه يلاه سير دابا نشوف صافي الله يربح زيد له شي حاجه عافاك عافاك زيد ترشم زيد له شي حاجه سبعه جات بلوزي 21 نخلص شحال دابا 21 سبعه 22 الله يسهل عليك 22 الله يعاونك ندخل معاكم انا قسموا ديك ل 1000 ريال عافاك 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 والله ما نزلت راه تعرف شي جوج هذه بعد وقفتي تاعها ما زعمت انا كاع بصح باقي تابعنا السيار مازال تبحث السيار باقي غادي تلتي يطول زعما دابا انت قلتي 21 هذا قال عافاكم دخلنا هذا السيد جاي الله يجيب لكم التيسير يا خمسه شحال زادت عليكم 3000 ريال باقي 100 درهم مزال 100 درهم للحولي باش غنهزو 100 درهم 21 و 400 لا مزال رسم لا 21 فين تيرسم فين تيرسم وي درسم غادي نرسموا هاد الدراري عاونوهم ما مسلكاش 21 نيشان مازال ما بعتي انت كاع معليش مازال انت ما بعتي تشي علينا والله انا والله الا باش هو زعما لا باغي يزيد شويه مسكين 21 خذوا قبل مني 21 خذوا قبل مني لا شي انا في قبل مني عطيت لا لا 21 عطينا هذيك والله ما دوك دايرين فيها 21 قلنا دابا نزيد لا ما قديناش 100 درهم لا كنت انا بغيت شويه بغيت وين نهربوا عاد باش نعاونوا الناس بالرايج قال لي انت والله سيدي ما رجع الله يربح إذا هذه هي الطريقة إخواني بكل عفوية تيحاولوا هاد الناس باش يتبايعوا هذا كيطلب 21 أنا دخلت بيناتهم زدنا 400 ساعة هما مازال شادين 400 صاحبي 400 لا لا 400 في سبعة مشحال مشحال زدنا فيها شحال هاد 400 في 7 شحال زدنا 28 2000 نعاون انا ب 1000 نعاون انا ب 1000 نعاون ب 1000 انا من اللي ربحوا لنا نعاون ب 1000 لا العز لا سمحوا لنا الدنيا هذه وقتها معنا 100 درهم الله يبارك فيك هاد العام ما كاينش ذاك المشكل ديال السراقه ودوك يردوا لا تردوا البال بزاف لا تردوا البال واحد من الحاج ما يتعاود انا وياه سي ولا سي ولا داو بحال هادو ب 23 انا شفتهم بعيني هما راه ديالكم راهم ها وين جيبهم من هنا عند هادو انا عرشيت على السمانين عرشيت والو غير كاتس وصافي امين 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 وهنا غادي ما يتفقوش ولكن يقدروا يرجعوا الحمد لله كاين المحنه ها هو واحد بغى يخيط بيناتهم كاميرامان شد السيد راه تيخيط بيناتهم تيحاول باش انهم يقنعهم اذا تنتمناو التيسير عمي الحاج الله كبير ناس اللي بسطاء تبارك الله عليك كيحفظ ربي عمي الحاج لاباس تهناو مانو كل شيء بخير ايوا انا شويه 1000 ريال هذه شويه كي كي ماني وين داك الشيء صافي شحال تبزنزي شحال باش 40
40 40 40 40 هاي 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 قطيطه يا قطيطه تبارك الله علفتي ولا غير شربتي؟ مزيان العلف مزيان. وين كنت انت اللي علفتي؟ ما شنو النصيحه اللي تقول للناس ما تيعرفوش يشريو؟ لا تنعرف اسيدي كانوا الشعير والنخال كلشي غير منك كلشي ضربتي تمارة في الشتاء كان غير الشتاء وتمارة والخير ان شاء الله تيسير ان شاء الله الخير ان شاء الله الحمد لله الحمد لله الله يعطيكم الستر عمي الحاج الله يجيب التيسير يخلف شي ربي وزاد عايز وزاد عايز نويس يا وزاد عايز اللي انا مش حاب اشتريه هما 23 مش حاب اشتريه هما 23 ويس اخي دابا غير مع السوق وصافي الله يعطيكم الستر اكي يحفظ ربي عمي الحاج سلامة ميمي وي 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 الحاج ما يتعاودش يعني خصو يسمد السوق خصها تسيو نشوي ايوا شحال عطاك انت بحال الحاج 21 ونص 21 وصلتي انت 21 ونص وما قبلتيش لا ما مسلكينيش نعم وليسليك ما مسلكش جيب التيسير اخويا نون العزيز الله يجيب التيسير يحفظ ربي يوما لا غيفش نشوفوا السلام عليكم ما قال السوق هسا هذا يتعلم ما قال السوق مزيان مزيان شريتي انت ولا مازال؟ مازال على الله الله يجيب التيسير يا ربي امين الله يجيب التيسير الله يكبر السوق مزيان السوق مزيان الفقير يشري يشري بصح اييه مول 17000 ريال 16 16 15 غيشري غيعيد لا غالبا المراه وقادو يجيب المول الكرون غيعيد 16 20 يعيد بالنسيم ان شاء الله الله يحفظك مازال ما شريتي انت مازال على الله والله يجيب التيسير اخويا الله يحفظك الله يجيب التيسير او على خوتي تسلموا على الناس اللي ما كتعلم كتسلم في البلاد تسلموا على العائله وعلى الحباب الناس احنا تلاقينا معاهم في مريت مازال غيشوفوا هذا الشيء الله يودي انت منين يوسفيه يوسفيه تحيه للناس ديال يوسفيه ناس اللي تيحاولوا باش ان لا دين تيحاولوا يحركوا حتى السوق الله يودي السوق شويه راه الناس ديال 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 البيع والشراء واخا تشوفوا ما كره حنان غير ديك زوين ديك 21 ونص خلي زيد رجع من الميزان كيبغي ياكوك لا بدا لا بدا والله يجيبك امين الله يحفظك الله يبارك فيك غامروا حتى انتم ما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه الله اللي الله معكم الله معكم ردوا البال بزاف من دوك الفرق الشيه لا ضروري تيوقعوا هذا العام بزاف ديال هاد الوقت فين ما مشيتي فين ما مشيتي كاين هذوك كاين شوف فرق الشيه كاين عندنا حنايا دابا الا سهيتي مشى مشى كاين الفرق الشيه وكاين الفنان اصحاب الجيب الجيب كيفاش يجي في فض كاين الفنانه تما صحاب جيب عمرك شي خطره شي واحد لا ما عمرها وقعت الحاج انت لا والو ما الدكور الدكور عمرك شفر دار ديك لا كيبعد كيبعد لا الا بي غادي يضرب هذا لا كيبعد الدكور عمرهم ما شفتوني الله يجيب التيسير الله يحفظكم الله يجيبكم نتلاقاو في ساعه السلام عليكم السلام عليكم اذا ومازال اخواني تنتسالاو هنايا في السوق من اكبر الاسواق في دريس هاد الناس السلام عليكم السلام عليكم اش تهنا بخير اش الحوله العربيه ولا الفرنساويه صافا خويا بخير الله يجيب لكم التيسير هذا الله تبعتو شريتي انت شريت اخويا انت تبيع وشري بيع وشري هادي هذا اخويا شريته ب 29 مليح باش خديتي انت باش خديت انا دابا عاد انت ان شاء الله الى جاب الله ان شاء الله شي 50 درهم ولا شي 100 درهم صافي تقنع بالزربه الله يجعل شي بركه الله يجعل شي 1000 ريال تربح الله يجعل البركه صافي 1000 ريال تربح شنو النصيحه اللي بغيت تقول للناس هذا العام في العيد مناش يردوا البال ما كاين لا رزق هذا العام لا والو كلشي نقي الحمد لله كلشي زين كلشي الحمد لله كسيبه نقيه زوينه كنتمناو غيدوز العام بخير انا سكاسي زريده هذه عايد وهاد ضنيني الله يحفظك هاك يحفظ ربي يا الله يجيب لك التيسير الله يجيب لكم فين غادي ان شاء الله هاد الساعه دابا هذا والماس ان شاء الله والماس اذا دابا الغنم غاديه جايه غاده جايه شي غادي شي هابط شي طالع شي تيفوت العيد ان شاء الله كلشي الله يحفظك اخويا نو يخليكم ديما ناشطين والله كبير الله كبير الله كبير تبارك الله عليكم هاك يحفظ ربي اذا اخواني هنا كنا اليوم في السوق ديال امريت سمح لي باش الدور انت هكذا كنا في السوق ديال مريرت رغم ان الناس راه خرفات ولكن الحمد لله مازال الخير موجود ومازال الناس مساكن حتى هما طامعين الناس يقول لك رد البال بزاف الا جيتي باش تشري خصك ترد البال كاين الفراقشيه عرفتي شكون هما الفراقشيه غنمشيو لهذوك اللي تيضربوا الجيب لان انا كنشوف عليه حداش دوره وصل ليه ها هما الناس يتحاسبوا الناس ياخذوا رزقهم بكل امان وامن ولكن بيني وبينكم اويلي الا شدوا الشفر هنا عرفتي الا شدوا الشفار بشحال مره تيهرب هو عرفتي فين تيهرب للكوميساريه الا شدوه
الدوريه زياك. اذا تبارك الله عليكم، تحيه لكم. هذه الاجواء هنايا في السوق ديال مريرت، هاهما الناس يتبايعوا تيتشراوا الحمد لله، هاهما تيتخالصوا في امن وامان. غادي نحاولوا نستمروا اخواني الكرام وغادي نتصافطوا مع هاد الناس. تابعونا ان شاء الله في السوق ديال السبت، اكبر سوق في المغرب، ايه ديال الفلاحه، كل شيء غلا وميمه لا ما غاليش، لا 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 ما غاليش. دابا حنا في مريرت السوق انه راه مزيان، السوق هنا في مريرت ما واصل زعما داك الثمن، سوق عادي ان كل شيء يقدر انه يعيد 16000 ريال. الله يجيب تيسير، الله يجيب تيسير. ما بغيتش نقرب لا الفلوس والرخاص. السلام عليكم، اذا انا بصح لاباس بخير، كل شيء بخير، الله يعطيكم الستر. ما كاين السوق الحمد لله. السلام بخير عني، كي داير السوق عمي؟ مزيان مزيان مزيان، كل شيء بخير. بيني وبينك شريتي ولا مازال؟ مازال ما شريتش. الله كبير الله كبير الله كبير. كي داير دابا كل شيء يقدر؟ ايوا على داك الشيء اللي كنشوف كل شيء مزيان الحمد لله. 17 16 كاين حتى 10000، كاين حتى 10000. اذا اخواني راه حتى 10000، 10000 تقدر تعيد. واخلينا واللي غالباه المراه، اللي غالباه خصو يجيب 60. اها يا ها اللي غالباه المراه وبغى الكرون هذه يعمل على الفلوس. ولا كنتي مفاهم مع المراه جيب 10000 داك الشيء اللي عطى الله. الله يحفظك اخويا، الله يجيب لك التيسير، كيحفظ ربي ومالو. اذا كان معكم اخوكم حميد العقاوي مع ولاد بلادو في السوق ديال مريرت. غتعرفني؟ ايه الحمد لله، بزاف الناس يعرفونا. كنعرفو. وعائله وحده وساكنه المغرب العميق، النيه والقناعه والقلب الكبير. مازال ما شريتي؟ الله كبير الله كبير الحمد لله. العفيت عيتي؟ ها عيتي العفيت؟ كان عيدي برافو الحمد لله. القناعه كاينه والو، داك الشيء اللي كتب الله كان ديو كان عيدو مع ولادنا بخير الحمد لله، الدنيا هانيه. شوف هذيك الضحكه هي اللي الله مازال، وذاك القلب الابيض هي اللي الله اللي مازال تيعاون والو. راس مالك تتفيق مع الصباع كتافك كتمشي كترزق كيجيب الله التيسير مشي لدار. اذا ولاد بلادي وتنفتخر، تبارك الله عليكم. السلام عليكم، الله يعاونكم. شكرا خويا العزيز، الله يحفظكم. اذا خوتي تبارك الله عليكم، هذا السيد تنتمنى له التوفيق حتى هو، والله يصلحوا لوليداته. كان معكم خوكم حميد العقاوي، بسلامه.